السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في احداث نزلت في اللعبه، عليها تخفيضات، لو دخلنا عليها اختر سلاحك الاسطوري. في شويه اسلحه، تاب 25، سلاح اليو ال وسنايبر الام كي 2. الصراحه في سلاح منهم اللي هو اليو ال، كان نفسي اجربه من زمان سلاح اليو ال، وجربت سحبت سحبه واحده ب 35 سي بي، وزي ما شايفين ربحت لمده يوم، فنستغل الفرصه ونصوره مع بعض. كان ماخذ بف السلاح من اول، فاعتقد انه شغال. يوم واحد نستخدم فيه اليو ال، فرصتنا نصور فيه محتوى. الارون سايت تبعه يعني رهيب، ما اعتقد اني راح اشتري لانه يعني نوعا ما يوال ما حدش يلعب فيه. خلينا ندخل الجيم مع بعض ونجرب. بالمناسبه كمان اول جيم في تقييم جراند ماستر، يب رفعت تقييمي وصلت جراند ماستر، وهسه راح تشوفوني بلعب اول جيم في الجراند ماستر نيوك تاون. عز الطلب، عز الطلب. شيكلي على الارون سايت فيه، اوكي مش احسن شيء، تحسه بعيد، بخلي الاهداف بعيده، بس هندربه ما عندنا اي مشكله. اول تجربه هذا الموسم. اوه كيف شلته؟ اكيد مدمج من اول. واو من ورا الحيط شاله؟ والله قوي. المزيد من الفرص، ليش لونه ذهبي صار؟ الو؟ ليش لون السلاح ذهبي؟ انا حلو بس مش حلو قوي يعني. اللي بعده؟ هو اللي قتلته كان فوق. والله شغال السلاح. والله انه كويس. الراوند الاول خلص بصعوبة 19 كيل، اوكي كل شيء تمام، بس مش تمام بنفس الوقت، بموت كثير، ما ادري ليه. يا عمي وقتك انت. ثلاثة أربعة. عاصم. الكلب الكلب وينه؟ لا حرام 31 كل. أنا عملت كثير فيهم الصراحة هذا الجيم للأسف. أنا حزين عليكم جدعان، حزين عليكم جدا. Destroy the enemy's shield turret. Our stealth chopper has been destroyed. UAV recon standby. Repeat. UAV recon standby. عظمة. راع علينا يا شباب. أشوف واحد اثنين. Friendly shock are coming. Yes. انت ري حرام عليك. يا الله. 45 كل. يعني ضدي مش سهلين الصراحة. مش يعني أوكي ماشي يعني مستواهم مش أحسن إشي، بس اللي صار فيهم محزن. يا حرام صراحة وضعهم بيحزن. يعني يجي عليكم 45 كل في سلاح زي اليو ال ام جي في نيوك تاون كمان. شوفوا الكاتم بنزل المدى ولكن بيظبط الاحصائيات، ليش ما نزود المدى؟ في شيء بيزود المدى؟ ياب كاتم واحد، نشوف هل راح يزيد الدمج يفرق شوي. الماسورة لا خليها ماسورة، بتخليه سريع، هاي ما بتبطئ فتحة السكوب فبستخدمها. هاي التركيبات الثانية مختلفة وان شاء الله تكون احسن، لانه فيها كاتم واحد، راح يكون في واحد انه كاتم، اثنين انه بزود المدى بصير دمجه اعلى. يعني احنا لما زودنا المساحه اخترته هانكيار ليه؟ يعني لو صحت لي الفرصه انه يعني في عليه نزل بحزمه او شيء كان ممكن نشتري صراحه، بس اتوقع انه كود اصلا شالوا الحزم من اللعبه، ما صار فيك تشتري حزم للاسف. في الوقت اللي قررت اصير اشتري فيه الحزم اللي بتنزل واجمع الاسلحه الاسطوريه، للاسف الشركه قررت انه تلغيها وخلص. يصير بحكم هذا الشيء غريب صراحة. يا رب يحلق. يا ابن الذين شو بتعمل هنا؟ شو بيعمل هنا؟ اوكي اسف يا اخي الابخرة هاي. ليه ليه؟ الدخان اللي بيطلع من السلاح مزعج. مش عم بشوف شيء منه. اوتش. انا بطيء تأخرت. ضرب الكاب على عيونكم الحلو. واو والله شغال بالتركيبتين بأمان. يوه يشبعك هدات الإسلام. أحا خزق البرميل السلاح من قوته. وين؟ خلينا نبدهم واحدة سريعة. واحد ولا اثنين؟ اثنين واحد لا حرام.
يا اخي مشيته خط سريعه في الماكتن بعد ما كنا مع ثلاث اعلام صار معهم ثلاث اعلام فجاه بتعرف ايش كيف عارفين قاعده الاحتراف زي هيك خلاص ارفع ظهرك نفسي اروح شكله هيك UAV online losing A شوف الجرنيد متى نزلت علي متنا hostile predator missile inbound خاف ليش يا عمري ما توقعت يا ابني شو هاي ما تبعد عني ليه كيف اخذوا البي hostile stealth chopper inbound we captured C we're capturing B كيف يا عمري طمنا UAV recon standing by. Repeat UAV. Losing Charlie. Captured B. يا جماعة السلاح هذا قوي بزيادة. بخرب من ورا كل شيء. طب البي. وقتك تشيل هسه. وقتك يا محترف أنت. السلام. capturing alpha ولا كلمة احنا خسرانين بكفي I'm hurt ما خلص مثابرة شغل المثابرة ايش رايك مين طلعك مع جهة كيف اخذ العلامة من بيت طريق بيلعبوا خلاص انا مالي حتى هذا هرب مني بس بدك تشيلني كمان خليكم على التربيات الاولى قد تكون هاي مداها احسن ولكن السلاح بشكل عام مش احسن شيء تلعب فيه من بعيد كود موبايل كلياتها مش للاسلحه البعيده نوعا ما يعني كود موبايل غالبا المواجهات فيها يا اما قريبه او متوسطه بالكثير مباتها مش المبات المفتوحه بالكامل على اساس انه فيك تلعب فيها مسافات بعيدة لو بدك تلعب من مسافات بعيدة العب سنايبر بسيطة يعني اما تلعب بال ام جي وتخلي هاي التركيبات صراحة لا انا بفضل التركيبات الاولى اللي اعطيتكم اياها هيك بنكون جربنا اول جيمين في جراند ماستر يعني مقطعين بمقطع يعني انا كنت متعاطف اليوم معاكم تجربتين اول جيمين في الجراند ماستر نوعا ما المستوى ارتفع شوي للاعبين افضل من اول في الماستر يعني ولا بيني وبينكم صراحة حتى الماستر كان في لاعبين اقوياء يعني حسب الجيم فيمكن هذول اسهل الناس في الجراند ماستر ويمكن هم اصعب شيء الله اعلم بالنهايه شكرا على المشاهده وبشوفكم بكره او الله اعلم متى المهم سلام